يمثل ملف النازحين في اليمن أبرز الملفات الشائكة أمام الحكومة والسلطات المحلية التي تستضيف محافظاتها تجمعات للنازحين في مقدمتهم مأرب. وفي أحدث إحصاءات للنزوح قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها رصدت أكثر من 60,000 نازح منذ مطلع العام الجاري. ووفق المنظمة فإن أكبر عملية نزوح نشأت من إب وانتقلت إلى مأرب، إضافة إلى النازحين داخليا في المحافظة ذاتها. وتشير تقارير للأمم المتحدة إلى أن اليمن تعد رابع دولة في العالم من حيث عدد النازحين داخليا بحسب مفوضية شؤون اللاجئين، التي أكدت أكثر من 4,300,000 نازح بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 97,000 لاجئ وطالب للجوء. وتواجه هذه الأعداد الكبيرة من النازحين تحديات في المأوى والاحتياجات الإنسانية الأخرى في ظل استجابة خجولة من قبل المنظمات الدولية المعنية. للحديث حول هذه الأعداد ينضم معنا السيد أحمد الأنصاري، مدير إدارة نظم المعلومات والتقارير بالوحدة التنفيذية للنازحين. سيد الأنصاري أهلا وسهلا بك. ابتداء لو تضعنا يعني بأعداد تقريبية للنازحين وأماكن تمركزهم والأماكن التي نزحوا منها والأسباب التي أدت إلى النزوح. يتواجد في اليمن في 4,300,000 نازح، يتركز معظمهم في المناطق التي تديرها الحكومة الشرعية. هناك 3,087,000 نازح يتركزون في المناطق التي تشرف عليها الحكومة الشرعية. يعاني هؤلاء النازحون من نقص شديد في الاحتياجات الإنسانية، سواء في الغذاء أو المأوى أو المياه والإصلاح البيئي وغيرها من القطاعات الإنسانية المختلفة. يتواجد النازحون في المخيمات في 646 مخيما موزعين على 13 محافظة. أيضا يتوزعون في 927 تجمعا سكنيا وهم نازحين المنازل. الاحتياجات الإنسانية متزايدة، حجم التمويل ويقدر بواحد مليار و224 مليون، وهذا الرقم هو ضئيل مقارنة بالاحتياجات المتزايدة. لدينا أكثر من 300,000 أسرة تعاني في الغذاء. أيضا هنا 80% من سكان اليمن بشكل عام بما فيهم النازحين هم يعتمدون على المساعدات الإنسانية. كل هذه المؤشرات تضعنا أمام تحديات كبيرة ويتطلب مزيد من الدعم من قبل شركاء العمل الإنساني في اليمن. نعم. طيب فيما يتعلق بالتدخلات الإنسانية، يعني التي ذكرت بأنها لا تكفي ويعني البعض يصفها بالخجولة تجاه النازحين، ما هو المطلوب ولماذا هذا التقصير من قبل اللجان العاملة في إيواء ويعني إسعاف النازحين؟ التدخلات الإنسانية هي ضئيلة وشحيحة، والسبب هو عدم وجود التمويل الكافي، أو إن التمويل الذي سلم للمنظمات الدولية لا يتم تقديمه بالشكل الصحيح. والسبب أنه عدم إشراك مؤسسات الدولة بشكل صحيح في الإشراف على هذه التدخلات الإنسانية، ويعتمدوا في تقديم هذه التدخلات على المنظمات. وأيضا عدم وجود، بالرغم من أننا نبذل جهود كبيرة، لكن نحن ندعو الأوتشا وشركاء العمل الإنساني والمنظمات الدولية إلى ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية وأن تقدم الخدمات سواء للنازحين أو المجتمعات المضيفة المتضررة من عملية النزوح، وأن يتم إدارة هذه المساعدة الإنسانية عن طريق مؤسسات الدولة. ولدينا الاستعداد، وأيضا لدينا فرق متكاملة على مستوى كل المحافظات وفي كل القطاعات الإنسانية المختلفة. فللأسف الشديد بعد ثمان سنوات حتى الآن لم يساهم التدخل الإنساني في رفع قدرات مؤسسات الحكومة اليمنية لكي تلبي كافة الاحتياجات، ويوجه الدعم إلى قطاع المنظمات. وأكثر من 40% من
الإجمالي رفضا فيما يخص التدخلات هي تذهب لنفقات تشغيلية. نعم، كل الشكر لك أحمد الأنصاري، مدير إدارة نظم المعلومات والتقارير بالوحدة التنفيذية للنازحين.